حيا الله الشيف الكبير أيمن. اليوم وش طبخة إن شاء الله؟ اليوم إن شاء الله مقلوبة غنم. ما شاء الله تبارك الله. هذا الخضار جالسين نقليه الحين. ما شاء الله. إي نعم. وبعدين إن شاء الله نسوي الإضافات وتتابعون. وحتضيفون يعني إن شاء الله البطاطس. هذه البطاطس جاهز. والطماطم والبصل. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك ان شاء الله. حبيب. وان شاء الله راح تمتعنا ان شاء الله بطبخاتك المتميزه اللي عودتنا صراحه من سنوات. الله يسعدك، الله يوفقك يا ايمن. اهم شيء النتيجه النهائيه ان شاء الله. لا ان شاء الله النتيجه النهائيه ان شاء الله مرضيه وننقلها ان شاء الله للمتابعين. طبعا للطلب 050013. ثانيه مرحله اعداد الرز، المرحله الاولى خلصناها اللي هي اعداد الخضار اللي ان شاء الله بينحط تحت ثم يضاف عليه الرز واللحم. صح، فلفل الاسود والملح. ايوه الملح حطيناه اول، باقي الفلفل الاسود. ثم نقوم بتحريك الارز على نار طبعا والعه، نستمر في التحريك طبعا عشان الرز ما يحترق، يكون استواءه على درجة واحدة. كيف الآن أيمن عاكف على إعداد من الرز، والله جلسة ولا في خيال، والجو هنا في الدرعية عاد ما يحتاج، جو خرافي. الله يعطيك العافية أيمن. الله يعافيك. أيمن ما شاء الله تبارك الله الآن في الدرعية وأجواء صراحة ممتعة ممتعة جدا. الأستاذ تركي كيف حالك؟ ويوزع يوزع يا ولد. الله، الآن الشيف أيمن يقوم بوضع البصل، يوزع. كفو والله، كفو والله. أحب الدجاجة. وش تقول يا مشاري؟ أحب الموالة. ما شاء الله تبارك الله. بعدين يحط عليها اللحم ان شاء الله ونضبط المقلوبه. وهذا هو الكابتن ايمن الان يقوم بتوزيع البهارات، الان يوزع يا ابوي. ما شاء الله تبارك الله، ويوزع. الله 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 يا ولد، العبها صح صح عليك. وهذا هو الزعيم الان زي ما انتم شايفين يا ساده. ايش انت على نعم بطل الدوري خصما عن خشومكم يا اتحادي. البطاطا البطاطا يا عيني يا البطاطا يا عيني يا البطاطا. يا ولد ملح يا ولد، ناخذ لنا بطاطا. الله ما شاء الله تبارك الله. بهرها يا ابوي، بهرها يا ابوي، عبيها بهارات يا ابوي، بعدين حط فوقها اللحمه. يا عيني يا عيني يا حبيبي. يعطيك العافية أيمن، والله تعبناك. هذا طبعا المصور الكبير تركي يقوم بالتصوير وإنزاله في حسابه الرسمي على سناب شات. ما شاء الله تبارك الله، هذه كلوة وهذه الكبدة وهذه لحمتنا إن شاء الله جاهزة الحين. الأخيرة بعدها نحط الرز. هذا طبعا الرز حبة واحدة ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافية يا أيمن. الله يعافيك. أنا أحب الرز. مش أكل الرز، أنا أحبه بالله. طبعا التوزيع النهائية الآن، ونقول بسم الله على بركة الله. نحطها طبعا على نار هادية لين تستوي. وبالعافية على الجميع إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافية أيمن. اقلب اقلب يا أبوي. ما شاء الله تبارك الله، هذه مقلوبتنا.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بالعافية إن شاء الله على الجميع بالعافية. أبوي من شاطر أنا يعني أيمن أيوة يعني أيمن شاطر